بحر يعني رحبوب يمكن. المهم بعدين جت 1968، بالطبع كان راشد وزايد يعرفون ان الانجليز بيظهرون قبل اعلانهم الرسمي، فبدا زايد يحرك وراشد وياه. جينا للامارات التسعة، وزايد طموحه، وانا بقول لكم بعدين ليش، زايد طموحه ان تكون اكثر تجمع، وفي التجمع قوه، وصرنا نجتمع ونستمع، ولكن ما في فايده، ما صارت يعني. الحكام ما كانت هناك ان يتواصلون، لان الاتحاد عليهم غريب، هل هو بيسلب قوتهم او مصالحهم؟ فكان يعني ما كان الكل متقدم. بس هذ اثنين راشد وزايد عندهم صلة، كانوا يتصلون ببعض، يتصلون ببعض، يما زايد يجي إلى نادي الشباب ويلاقيه الوالد، يما راشد يصير إلى العين ويتلاقون، ففي لقاءات أكثر تقارب. وبقول لكم بعد شوي شو الدليل اللي حصل. صارت الاجتماعات والكذا والإمارات التسع، فبعدين ما تم شيء من هذا بعد الأحيان. ساعات راشد يسير إلى قطر، زايد يسير إلى البحرين يحاول يقنعهم والحكام، وكانت مداولات يعني، وكانوا بالطبع الخوف من المجهول، شو هذا اللي جاينا ما نعرفه. لكن أكبر شيء حدث في العالم كله، ما صار مثل يعني، حدث كبير. في يوم 18/2/1968، بالطبع في بينهم مشاورات من قبل، بينهم مشاورات، ولكن قالوا بنتلاقى بين دبي وابو ظبي، زايد وراشد. زايد عنده 3 انفار من ربعه، والوالد عنده 3، وانا 3 وصغرهم. ف ودائما الحين الكتب والاعلام كل يقول السميح السميح السميح. انا بقول لكم ليش ما بالسميح، لان السميح والسمحه قريه ممر بين دبي وابو ظبي، وكانت ذلك اليوم اشغال طيب بين دبي وابو ظبي، ففي سيارات شحن وقرقره واصوات. فمن البديهي انهم هم شجعان وصياده ويعرفون، ما بيمرحون في السميح على الرشته بازعاج السيارات، وكل واحد يشوفهم قايلين يلف صوبهم، وهم بيرمسون في امور مهمه جدا. انا اتكلم لاني انا كنت وياهم، انا اصغرهم واشب القهوه عليهم. نحن جينا السميح صح، منطقه السميح، ولكننا سرنا ينوب نطالع مكان طيب، الى ان وصلنا عرقوب السديره. عرقوب السديره مرتفع، وكذلك على الحدود، وعندي برهان ثاني بعد شوي. فوصلنا الى عرقوب السديره، بنينا خيمتين صغار ومحطبتين، بنينا الخيمه الشماليه لان الهوى من الشمال للشيخ راشد وزايد،
وحطينا فرش، حد من الربع جايب فراش مطواي، فرش اثنين، واحد ساند عليه زايد طيب الأثر، واحد راشد طيب الأثر، وكان الخيمة ما فيها فراش تحت تراب، والخيمة الجنوبية الربع يطبخون فيها يسوون الغذاء. هذا تلاقينا الضحى. يعني الحين انا لو اقول للشيخ طحنون اقول له يا طحنون سوي لنا غدا بيك، بيسوي على الطريق بين العين وبين دبي، هل بيحط على الرسته والحشره ولا بيدور له عرقوب ونظيف؟ هو ريال صياد وعارف المقعد، ونحن بدو يعني نعرف المكانات الطيبه اللي نبغى نقعد فيها. اللي حصل في هذاك الاجتماع يعني ما كان حد متوقع، ما كان حد متوقع ابدا، وخاصه الانجليز. انا بقولكم عن حادث، بعد ما استلم اماره ابو ظبي الشيخ زايد في سنه 1966 طلب سلاح لإمارته، حتى تكون هناك في أمن، رجال الأمن. طلب من الإنجليز سلاح، ما أدري كم اللي يعرفون هذا السلاح، وبالطبع دفع قيمته وجا السلاح وحطوه في المعسكر اللي في الشارجة، هذا قبل الانسحاب. وكل ما يقول لهم زايد وصل السلاح قالوا وصل، زين انا محتاج لرجال الامن اللي عندي يتباطون. بعدهم ما يعرفون العلاقة بين راشد وزايد، العلاقة قوية جدا، يعني كل واحد يحب الثاني، كل واحد يحترم الثاني، وكل واحد يأمن في الثاني، يعني أمانة عمياء. فيوم صر عليهم الشيخ زايد قالوا له لا، راشد قال لنا لا تعطونا السلاح. زين راشد حاكم إمارة وزايد حاكم إمارة، كيف أن بيقدر يقولكم أنتم لا تعطونا السلاح؟ خبر زايد راشد، قال لي يا راشد يقولون الانجليز انك انت مانع عني سلاح، ليش انت ما تاخذ اللي تباه وخلنا نسلح، سلح ربعك وما سلح. قال لي راشد لا، السلاح سلاحك وسلاحي واحد. فلما الشيخ راشد راجع الانجليز قالوا له لا، نخاف ان الشيخ زايد يتقوى على الامارات. قال له سلاح سلاحنا، هو زايد منا فينا ولا عليه ولا عليكم. وصر راشد بن بعدين سلم السلاح. يعني تصور ان ذاك اليوم هل كانوا يريدون اتحاد وقوه؟ ما كانوا يريدون اتحاد وقوه، وخاصه لما خلوا الحدود هذه اللي فكروا انه خلاص. بالطبع يعني حتى لو صار الاتحاد وصار الدستور، يعني كان الدستور فيه ثغرات عند التطبيق، الدستور فيه قوانين لكن عند التطبيق فيه ثغرات. لولا راشد وزايد يجون مع بعض، إذا انتشب ووقف الدستور عند حد جو ومشوه بالأمور اللي هي. أذكر كان الآن هذا بعد الاتحاد، لكن بردنا بس سوالف أقولكم عن الاتحاد. بعد الاتحاد كان يرسل قانون الشيخ زايد للشيخ راشد، والشيخ راشد يرفض يوقعه، مرة مرتين ثلاث. شوف هذا إرسال المعلومة، إرسال المعلومة أنه كيف تقبل المعلومة الواحد لازم يفهمها. فمبارك بن محمد طيب الله ثراه
قال لي شو عندك يا زايد؟ قال لي والله راشد بن سعيد مطرش لهذا. قال هات انا بخليه يوقع. ركب مبارك الله يرحمه ويا عند الوالد. قال له زايد باك توقع هذا؟ قال لي نعم يا مبارك، بس انا اقول لهم في فقره ضد الدستور. قال لي شلها. فشلها راشد وقعها يابا. المهم اجتمعوا راشد وزايد في الخيمة الشمالية، وكل ما يقولون قهوة شليت أنا الدلة وصبيت عليهم ورديت على الضوء، لأن من هذا دائما تكون حارة. وبقوا إلين الظهر وهم في سوالف. السوالف شيء نسمعها وشيء ما نسمعها. كان الشيخ زايد يخبر الشيخ راشد عن بعض الحكام اللي هو يعرفهم، والشيخ راشد يخبر زايد عن بعض الحكام لأن يريدون الائتلاف الآن. وبعدين لا تنسى أن الشيخ زايد خايب ظنه من المجلس الأولي، ما شاف فيه فائدة، فكان يعني متردد. لكن العجب العجيب كيف يتحدون والحدود ما استوت، وكيف يتحدون ما في يعني ما في حد بيتحد بهذاك السرعة وهذه. لكن لولا علاقة زايد براشد وراشد بزايد ما صار، وما صار الاتحاد. كانت عراقيل كثيرة مرت على الاتحاد، وأنا بقولكم يعني في آخر المطاف قاموا صلوا الظهر، بعد ما صلوا رجعوا قهوة ردينا. إلى أن بالطبع الواحد ما يهوير بعد الغداء، طولوا في سوالفهم لو كانوا يريدون ينهونها، لكن طولوا شوي في السوالف عشان أن يبرد البراد ويروحون، كل واحد يروح في سيارته. سمعنا، أنا سمعت لأني كنت قريب منهم، يقول له على بركة الله وأنت الرئيس. راشد يقول زايد، فقال له زايد على بركة الله وضعنا حجر الأساس وبنبني الجدار إن شاء الله. لكن هذا بهين الحين حتى في دبي وحتى في أبوظبي ناس ضد الاتحاد وما يريدون الاتحاد، وكذلك في الإمارات الشمالية الناس اللي مستفيدين. فكيف يصير هذا؟ كيف يصير هذا أن يوقعون؟ وذاك اليوم هم وقعوا صراحة، كل واحد مد ذراع الثاني وخلاص، هاي كلمة شرف بالنسبة لهم، بلا توقيع ولا أوراق. المهم أن هب كل الناس تعرف أن أنا أمي لطيفة بنت حمدان بن زايد الهيان. حمدان بن زايد حكم أبو ظبي من 1912 إلى 1922. زايد بن خليفة اللي سموه زايد الثاني لأنه موجود زايدنا فسموه زايد الثاني، ولكنه كان اسمه زايد الكبير. توفى أبوه خليفة وهو 7 سنين، وكان ولد شاب فارس في الخيل ورماي. وبعد خليفة حكم سعيد بن طحنون،
فخاله صالح شاف ان الولد نشيط وكذا وان له الحكم بس هو صغير يمكن خاف عليه او خافوا منه اذا كبر، فشل صالح ويابه عند مستوم الاول، يابه لبيت الحكم عند مستوم الاول، فمستوم خذه كابنه يوديه كل مكان وياه ويدربه على ركوب الخيل وعلى الفروسيه وعلى الرمايه، وكان يعني مثل ابنه وفي البيت عنده. وكان مستوم بن بطي بن سهيل غاب ابوه وهو صغير بعد قبل لا يحكم، ورباه يده، لكن يده ميت بس يده من امه، ويده من امه هو سعيد بن شراره، سعيد بن راشد بن شراره، تعرفون وسامعين عنه، واحد من قواد بن اياس كان في لواء يحاربون هناك ويردون. فلانه مسوم الاول ربا يعني بدون اب ورباه يده ابوه وامه سعيد بن راشد بن شراره، كذلك يعني حب زايد بن خليفه، ولا تنسون ان الحكم لزايد بن خليفه لكنه كان صغير، حكم ابو ظبي. فكبر زايد وحكم ابو ظبي سنه 1855، كان عمره 17 سنه. كيف صار؟ سعيد بن طحنون لما وصل زايد 17 سنه، ربما انه شعر سعيد بن طحنون انه والله الحكم لزايد وخاف منه، فطلع من ابو ظبي، فقامت العائله الحاكمه يستدعون زايد بن خليفه انه يحكم ابو ظبي. يا زايد بن خليفه رخصه منك مباح، شامو حمد واخوانه على بكرات القاح، شامو وانا خلوني طير كثير يناح. المهم ان حكم. لما انا بس الحين اتكلم كيف العلاقه، كيف راشد وزايد وقعوا. فلما حكم ابو ظبي سنه 1855 وكان عمره 17 سنه، بعدها رجع المكتوم وخطب حصة بنت مكتوم، في خلل اني ليش ما خطبها يوم كان في دبي؟ من يقدر يجاوب ليش ما خطبها يوم في دبي؟ صح، يعني انه من شيمته وكرمه ومعرفته في الاصول ورابي ومتربي، لما حكم رجع وخطب حصه بنت مكتوم. حصه بنت مكتوم جابت له صقر يت بنت سماها حصة على أمه. منو زوجها؟ محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان أبو طحنون والإخوان. زوجها منو ياب منها؟ محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان ياب منها حصة. ليش سموها حصة؟ لأن أمها حرمته توفت على ربا. منو زوجها حصة؟ تاريخ وما تعرفونه؟ زوجها زايد بن سلطان ولدها خليفة بن زايد رئيس الدولة.
الناموس. فهذا كيف العالم مترابطة يعني. فما حد عرف علاقة زايد براشد. كانوا كثير من الحكام يومها وكثير من الناس يريدون يفرقون بين زايد. يجون الراشد يقولون زايد فيه وزايد سوى وزايد سوى، يقولون عند زايد راشد سوى وراشد سوى، لكن ما واحد يصدد في الثاني لأنهم يعرفون بعض. من يوم راشد بن سعيد ولي العهد وزايد بن سلطان شيخ العين، فلأجل هذا ما صارت ولا نجحت. لأجل هذا هذا الحدث كبير، الحدث بأنه يصير اتفاق وتوقيع، ما بتوقيع على شيء بدون خبراء، يوقع على الحدود البرية والبحرية في هذاك اليوم، ما حد يصدق أبدا أبدا. وكان قال لي زايد أنا مرة، قال لي أنا استلمت مكتوب بالإنجليز يقولون هذا الاتحاد ما بينجح. أنا سمعت يقول هذا الكلام، وأنا عندي الدلائل على أن هذا اللي كانوا يقصدونه. يعني لما استلمنا قوة ساحل عمان كان مسؤول الخليج يسمونه في البحرين. فبالطبع أنا الخريج من الكلية يعني اللي ممكن أستلم، وهو عرف أني أنا اللي بكون بستلم، كنا نحن لجنة بس عرف أني أنا أستلم. هو كان جاي زيارة قبضني، قال لي محمد أنتم ما تفهمون شيء وأنتم ما تعرفون، وأنا بخلي لكم واحد بريغدير ديباتس وهو بيكون مستشار، ولا تشترون سلاح إلا بأمره، ولا تسوون شيء إلا بأمره. بالطبع أنا دمي عربي فار دمي. المهم قعدت يومين في مكتب وحطيت عليه حرس، هو يوم شاف الجنود برا على الباب يفكرهم أنه والله يعني يضربون له تحية ومن يطلع ينزل. أنا قلت لهم أدخلوا حد يراجعه. المهم قعد يومين وقلت له بعدين يلا شل أغراضك أنت، ما محتاجين لك. المهم الحين 18/2/1968 وقع زايد وراشد، وأصبح زايد الرئيس وراشد نائبه. شو صار؟ اللي صار أن زارت قرقعة في الإمارات، وصار كل نبا يتصل بزايد ويتصل براشد، لأن أصبح خلاص وصل أن أصبحت اليوم دولة. قالوا لا نحن نبا ونحن نبا، عاد هم يبون يكسرون الحد اللي صار. جو في 25/2 4 أيام 5 أيام 7 أيام اجتمعوا التسعة كلهم، وعرفوا أن هذا خلاص واقع، وأن هذا الاثنين شيء بلاهم، ولا كانوا يعرفون اتصال زايد براشد أو راشد، ولا أننا احنا كلنا عائلة واحدة. المهم أن اجتمعوا في 25 ووقعوا على أن يكون زايد الرئيس وراشد النائب، ويكون رئيس الوزراء خليفة بن حمد اللي هو كان وزير، كان لا ولي العهد في قطر. وكان صارت الأمور كلها قبلنا أعظمي بعض الوزارات البحرين ورضوا كلهم وكل راضي. طلع لنا الشيخ أحمد بن علي آل ثاني بصفعة، اقترح في أول اجتماع
أن يكون دبي وأبو ظبي والبحرين وقطر دولة الإمارات، والحكام الباجيين اللي هو الشارجة وعمان ومقوين ورأس الخيمة والفجيرة ولايات، ويحكمونها ولا، وينتخبون رئيس منهم هذا يمثلهم، صح وفارس، يمثلهم في هذا المجلس. يعني أنها هذلاك يكون ولا ولا، وبعد هذلاك يسمون إمارات الساحل العربي، أذكر أنا يسمون إمارات الساحل العربي ونحن دولة الإمارات العربية. بهالاقتراح تبقى الصدق كأنها ضربة في الوجه، وبصراحة فبالطبع لا زايد قبل ولا راشد ولا الحكام، ولكن هضمناها، عقيناها في الدرج ومشينا بالله، وتمت مواطلات مناطلات إلى إلى 69، فبدت نحس بالبحرين وقطر أن متراجعون. لا تنسون الحين أن بعدنا التوقيع على الباجين ما وقع، التوقيع الحين بس الدستور بين أبو ظبي ودبي، الباجين بعده إلا اجتماعات وصروا وكان بيعلنونه في الختامي ولكنه ما أعلن. المهم في يوم العيد في 2 سبتمبر وقعوا الإمارات كلهم، انسحبوا هذلاك برضاهم، والحمد لله اتحادنا كل الإمارات اللي دخلت برضاها واللي انسحبت برضاها، ما في أحد نصر، لكن كان حلم زايد أن يكون التسع. ويوم ما كان التسع مثل ما قلت لكم أنا البطحة بامشي بها، لكن يمكن أسير شرق غرب شوية، كان حلم زايد التسع. ويوم ما حصل التسع بقى زايد يسعى إلى ضم، وسعى إلى مجلس التعاون، وأبشركم أول اجتماع مجلس التعاون كان في أبو ظبي بعزيمة الشيخ زايد. وهذا بالضبط يعني زايد عوض نفسه عن اتحاد الإمارات التسع المجلس التعاون الحمد لله. اجتماعنا وقعنا في هذا العيد، ووقعنا الحكام الباجين زايد وراشد موقعين، وقعت الشارجة وعمان ومقيوين والفجيرة ورأس الخيمة تحفظت. بالطبع كان زايد يقول الوالد حاول في صقر، وحاول ترده وحاول يجي، وخفنا ما عرفنا يعني ذاك اليوم على الحافة. لما أقولكم